انعقدت اليوم في الرباط ندوة دولية موضوعها ثقافة الهيب هوب والبريك دانس، طموحات مؤسسة الممارسة الرياضية بإفريقيا. في المتابعة محمد بن تركة وعبد الله مزاحم. الهيب هوب أو البريك دانس رقص حضاري حر نشأ في أواخر السبعينات بالولايات المتحدة الأمريكية. كان يعبر من خلاله الممارسين عبر حركات وإيماءات الجسد عن أحاسيس سلبية وأيضا الأمل في الحياة. ثقافة البريك دانس تحولت من كبريات شوارع الحواضر العالمية إلى نوع وفن رياضي راق، وبات ضمن أجندة اللجنة الأولمبية الدولية منذ 2019. إذن هو كان في الشارع ولكن منذ 2019 ولا في الأولمبياد. إذن احنا ارتئينا أننا من خلال تنظيم ديال هذه الندوة العلمية أننا نبينوا للناس كلهم ولا الممارسين ولا غير الممارسين بأن راه كاين واحد صناعة المحتوى، راه كاين واحد العمل علمي وأكاديمي خاصنا ندرسوا. ثقافة الهيب هوب والبريك دانس طموحات مؤسسة الممارسة الرياضية بالقارة السمراء. كان شعار هذه الندوة والتي حضرها ثلة من الخبراء وأهل الاختصاص في هذا المجال. هذه أول بطولة قارية للبريك دانس بمختلف أصنافها، وأحب أن أهنئ المغرب هذا البلد الجميل على احتضانه لهذه المنافسة الإفريقية. هذا شرف كبير لي أن أحضر هنا بعاصمة المغرب الرباط. أحببت حسن الضيافة وكرم أهل المغرب، وسأعاود زيارة هذا البلد الرائع. الهيب هوب والبريك دانس من ثقافة الشارع إلى المحفل الأولمبي، وجاءت هذه الندوة تزامنا مع تنظيم بلادنا بعاصمة الأنوار للبطولة الإفريقية ولأول مرة في التاريخ، وهي المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، والتي ستعرف مشاركة 90 ممارسا يمثلون 19 دولة من القارة السمراء بفضاء مسرح محمد الخامس.